السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. بهذا الفيديو بدنا نحكي عن كيف نعرف احتمالات ناتج تزاوج معين في طيور كنار اللون. طبعا الذرية المتوقعة من أي تزاوج خاصة بكنار اللون، احنا هون بدنا نستثني الحديث عن كنار الكريستل الأمبر، ما رح نحكي عنه بالفيديو لأنه هذه خارج معيار كنار اللون. لكن لو في حال حد عنده طيور كناري ملونة أو آسف ملطشة أو كنار المأنبر، طبعا نفس الآلية لازم يضيف المأنبر بالتزاوج. فالمأنبر مع المأنبر 25% عامل قاتل، 50% مأنبر و 25% كناري عادي، فبيضيفها وبتضيف للاحتمالات اللي راح نشوفها بهذا الفيديو. طبعا عشان احنا نتنبأ بكنار اللون، في عنا نوعين من كنار اللون، كنار البوكروم وكنار الميلانين زي ما كنا نشرح بالفيديوهات السابقة. طبعا بالنسبة لكنار البوكروم سمينا احنا اللون البوكروم اللي هو لون الأرضية اللي هم الأبيض والأصفر والأحمر. فإحنا عشان نعرف الذرية الناتجة من تزاوج له علاقة بكنار البوكروم، فلازم نتطلع على ثلاث صفات: لون الأرضية أو اللون البوكروم، نوع الريش، والعوامل القاتلة أو تحت القاتلة. هلأ اللون الأرضية إحنا إما بيكون الأبيض السائد وهذه الصفة سائدة على الأصفر والأحمر والأبيض المتنحي، أو بيكون أصفر وأحمر وهدول التنتين سائدة على الأبيض المتنحي ولكن متنحية بالنسبة للأبيض السائد، والأصفر والأحمر مع بعض متشاركان في السيادة. هلأ عادة إحنا ما بيجوزوا اللون الأصفر للون الأحمر لأنهم متعادلين بالسيادة، والطيور راح تطلع بلون البرتقالي، فهي بتكون خارج معيار كنار اللون، فهي ما بيزوجوا الأحمر والأصفر. لكن في حال تم التزاوج فبيكون اللون لون البرتقالي. نوع الريش، طبعا الريش الخشن هو سائد على الريش الناعم وريش المزيك، والريش الناعم وريش المزيك مشاركين بالسيادة. العوامل القاتلة احنا قلنا الابيض السائد مع النقي عامل قاتل بنسبة 25%، الكريست يعني المأنبر مع المأنبر في هناك 25% عامل قاتل، والريش الخشن النقي عامل تحت قاتل قد يؤدي الى يعني يكون عامل قاتل او بيؤدي الى طير ضعيف زي ما كنا نشرح في الفيديوهات السابقة من ناحية الحجم والريش رداءة الريش، وطير ضعيف صحيا، وكمان ممكن يخسر لون يخسر الريش حول العين والى اخره. فاحنا عاده لما بدنا نشرح بالطيور لما بنحكي الابيض السائد دائما بيكون الابيض السائد اللي حامل اللون الاصفر، حامل اللون الاصفر لانه زي ما قلنا لو انه كان عامل كان اصفر نقي اصفر سائد نقي بيكون اصلا عامل قاتل وما بيطلع عندك فرخ، فبالتالي راح يكون ابيض سائد حامل الاصفر، الا اذا كان متزوج مع كنار احمر فبكون عامل الاحمر حامل، لكن احنا بنعتبره الابيض حامل الاصفر. ولما نقول الريش الخشن يعني الريش الخشن اللي هو حامل الريش الناعم مع الطير، عشان هيك بنقول احنا تحت قاتل، او عاده هاي الطيور بتكونش كثير متوفره. هلا بالنسبه لمثال على احتمال تزاوج طيور كنار لبوكروم، اللي هي لو زوجنا ذكر مزيك أحمر نقي مع أنثى أبيض متنحي وريش ناعم، الذكر راح يكون مزيك والأنثى الريش الناعم. فأولا زي ما اتفقنا بنيجي للون الأرضية، لون الأرضية قلنا إنه كنار المزيك هو أرضيته حمراء، لكن لأنه في خاصية المزيك ما ببين اللون الأحمر على كامل الريش. لكن إذا تم استئصال الجهاز التناسلي للطير وفي بد الريش وتم صبغه بطريقة صحيحة راح يرجع للون الأحمر. فإحنا إذا لون الأرضية أحمر مع أبيض متنحي، قلنا الأحمر سائد على الأبيض المتنحي، فبالتالي جميع الفراخ راح تكون بأرضية حمراء، أرضية حمراء تحمل الأبيض المتنحي. ثانيا بنروح لنوع الريش، نوع الريش مزيك نقي مع ريش ناعم، قلنا إنهم متشاركين في السيادة، فجميع الفراخ راح تكون ريش مزيك غير مثالي. فإذا الاحتمالات اللي راح تكون للفراخ، جميع الفراخات أرضية، جميع الفراخ أرضية حمراء تحمل أبيض متنحي مع
اللي هي جميع الفراخ ريش مزيق غير مثالي، فبتكون إذا جميع الفراخ راح تكون مزيق أحمر غير مثالي تحمل صفة الأبيض المتنحي. طبعا بتمشي نفس الطريقة إذا كان تزاوج أبيض سائد مع أبيض سائد، في الفيديوهات السابقة اللي عملناها مذكورة أنواع الريش، تزاوجاتها برضو مذكورة بفيديوهات سابقة، فبتقدر تعرف أنت بالنسبة لكنار الليبوكروم شي هي التزاوجات. شوي بتكون معقدة أكثر في كنار الميلانين. كنار الميلانين لأنه اتفقنا أنه هو في لون الميلانين ولون الليبوكروم اللي هو لون الأرضية، فبالتالي عشان إحنا نتنبأ بالذرية لازم نفحص 5 شغلات. الأول اللي هو اللون الكلاسيكي، هل هو سلسلة الأسود، سلسلة البني، الآقات أو الإيزابيل. ثاني شيء الطفرة المصاحبة، هل هو عنده طفرة مصاحبة، وهي الطفرة هل هي طفرة جسدية أو طفرة مرتبطة بالجنس ولا طفرة سائلة. طبعا الطفرة الجسدية والمرتبطة بالجنس بالنسبة للكناري كلياتهم متنحيين باستثناء الطفرة السائدة الوحيدة اللي هي طفرة جسدية اللي هي طفرة الجاسب، أما بباقي الطفرات إما بتكون متنحية جسدية متنحية أو مرتبطة بالجنس متنحية. ثالث شيء منشيك إيش لون الأرضية، زي ما حكينا الأبيض السائد سائد على الأصفر والأحمر والأبيض المتنحي، والأصفر والأحمر سائدين على الأبيض المتنحي، أما الأصفر والأحمر متشاركين في السيادة. نوع الريش زي ما حكينا قبل شوي، الخشن سائد على الناعم والمزيك، والريش الناعم والمزيك متشاركان بالسيادة. طبعا نفس العوامل القاتلة لازم يتم أخذها بعين الاعتبار. هلا طبعا هذا مثال، انا راح اعطي مثالين على طيور الميلانين، والاحتمالات لا تشمل جميع الاحتمالات انما جزء من الاحتمالات حتى اوصل بس الفكره بهذا الموضوع. اصفر حامل الابيض المتنحي وريش خشن تم تزاوجه مع انثى اقات ابيض سائد ريش خشن. اول اشي لون الكلاسيكي، الكلاسيك احنا عرفنا انه اقات يحمل صفة الايزابيل مع انثى اقات، هاي صفة مرتبطة بالجنس، فبالتالي بتم تحديد الذكور والاناث لانها هاي طفرة مرتبطة بالجنس. فاذا عندنا الاحتمالات 25% ذكور اقات، 25% اقات تحمل صفة الايزابيل، 25% اناث اقات، و 25% احتمال اناث ايزابيل. ثاني نوع الطفرة، ما عندنا طفرات، احنا بنلاحظ انه هدول عبارة عن طيور كلاسيكية، اقات يحمل ايزابيل مع انثى اقات، ما عندنا طفرة موجودة. ثالث شيء بيكون لون الارضية، اصفر حامل الابيض المتنحي مع ابيض سائد، هاي صفة جسدية ما حددنا احنا الذكر من الانثى، فبالتالي الاحتمالات راح تكون موجودة عندنا اما ابيض سائد او ابيض سائد يحمل الابيض المتنحي، أصفر أو أصفر حامل للأبيض المتنحي. رابع شيء نطلع على نوع الريش، طبعا خشن 25% وإحنا قلنا أنه عامل تحت قاتل، 50% رح يكون ريش خشن و 25% رح يكون ريش ناعم. هلأ الاحتمالات اللي رح كيف ناخد الاحتمالات، بناخد من كل جزء بنمشي، فبنيجي ذكر ناخد أول شيء ذكور الآقات، فبكون ذكر آقات أبيض سائد ريش خشن، هذا الاحتمال الأول. نرجع ذكر آقات مع أبيض سائد بس نوع الريش ناعم، خلصنا هذا الاحتمال الأول. نيجي للاحتمال الثاني اللي هي ذكور الآقات تحمل صفة الإيزابيل، نأخذ هذا الاحتمال مع الأبيض السائد مع الريش الخشن أو مع الريش الناعم، كمان نرجع نأخذ ذكور الآقات تحمل صفة الإيزابيل مع أبيض سائد حامل صفة المتنحي خشن ناعم. فبتقدر خلال هذه الاحتمالات، طبعا بتكون عدد كبير من الاحتمالات احنا ذكرنا منهم هاي الاحتمالات، ولكن للمثال فانت لازم تمشي واحدة واحدة وتتأكد انك رحت مع كل هذه الخيارات حتى تعرف شو كامل الاحتمالات الممكن تطلع عندك من خلال هذا التزاوج. هلا المثال الثاني والاخير برضو الاحتمالات اللي مكتوبه على الجهه اليسار بتكون هاي مش الاحتمالات كامله انما نعطي فكره. جينا لذكر بني اوبال اصفر ريش خشن تزاوج مع
أنثى أسود حامل أوبال أبيض سائد ريش ناعم. نيجي طبعا للون الكلاسيكي، الذكر بني والأنثى أسود، فراح تكون الناتج من هذا التزاوج لأنها صفة مرتبطة بالجنس، الذكور راح تكون أسود تحمل لون البني والإناث بني لأنها بتلحق الأب زي ما إحنا اتفقنا. نوع الطفرة أوبال، طفرة الأوبال جسدية، فبالتالي ما بنحدد ذكر ولا أنثى لأنها هاي جسدية، فلما تكون أوبال مع عادي حامل أوبال ف50% راح يكون عندك أوبال و50% طيور عادية تحمل صفة الأوبال. منيجي للون الأرضية اللي هو الأصفر مع الأبيض السائد، كمان هاي صفة جسدية، 50% أبيض سائد و50% أصفر. نوع الريش الأخير اللي هو الريش الخشن مع الريش الناعم، 50% احتمال يكون ريش خشن مع 50% احتمال يكون ريش ناعم. وبنبدأ ناخد ذكر، ذكر أسود حامل اللون البني، أوبال أبيض سائد ريش خشن، كمان مرة ذكر أسود أوبال حامل لون بني إجباري، طبعا كل الذكور حامل اللون البني، مع الأبيض راح يطلع لون أصفر مثلا مع الريش الخشن، أصفر مع الريش الناعم، أو راح تكون أنثى بني أوبال أرضيتها أبيض سائد نوع ريشها خشن أو نوع ريشها ناعم، وبتمشي جميع الاحتمالات بهذه المثال مثلا على جميع التزاوجات اللي عندك حتى تعرف أنت شو جميع التزاوجات اللي ممكن تطلع من خلال هذا التزاوج. مثلا أول ما يطلع في العش عندك حبة لونها بني فهاي أنثى 100%، وأول ما يطلع عندك حبة لونها أسود فرح تكون ذكر 100%. ثاني شيء من هذا التزاوج نقدر نعرف انه الحبة اللي بتطلع اوبال واضحة انها اوبال، والحبة اللي مش اوبال 100% حاملة لطفرة الاوبال. وطبعا انت لازم ترجع للفيديوهات السابقة اللي حكينا فيها عن انواع الريش، عن انواع الجداول الطفرات، كل طفرة شو نوعها، في حال تزاوج مثلا طير عادي مع طفرة، طفرة مع طفرة، حامل مع حامل، لازم تعرف كل هذه الخيارات حتى تقدر لما تكتب انت اولا البني مع الاسود تعرف شو الناتج، لما تحط الاوبال مع الحامل تعرف شو الناتج، وكذلك اللون الارضية وانواع الريش. انا حبيت هذا اعمله بس فيديو قصير، ويعني مش قصير لكن مبسط حتى الشباب تعرف كيف تعرف شو هو احتمالية الانتاج اللي رح يطلع عندها، وتقدر تفرق مرات مش دائما، مرات تقدر تفرق هل هذه الذكر أم أنثى من خلال اللون اللي موجود أصلا في العش بدون ما تستنى تكبر وتفحص هل هذا ذكر ولا أنثى. في مثل هذا المثال اللي حكينا إنه جميع الذكور الأسود راح تكون لون أسود، أما الإناث راح تكون جميعها باللون البني. هذا بالنسبة لموضوع الاحتمالات لناتج تزاوج طيور كنار اللون.